UNICEF's immediate priorities are to replace deaths. إن أولية اليونيسيف القصوى هي تحديث واستبدال معدات الحماية الشخصية وغيرها من المعدات الطبية التي تدررت في الحادث، ومحاولة الحصول على المواد الحامة اللازمة للخدمات الطبية والصحية العامة وتعويض المياه والإمدادات الصحية. ومن الضروري إعادة تجمع الأطفال المنفصلين عن عائلتهم وتقديم المساعدة النفسية لمن عانوا من الخوف والصدمات النفسية والفجيع. دمرت منازل الآلاف من الناس كليا أو جزئيا في الانفجار، لذا فإن الطلب على الملاجئ كبير جدا. تقدم وكالة الأمم المتحدة المعنية بمساعدة اللاجئين عددا كبيرا من معدات الإيواء والأغطية البلاستيكية والبيوت المطاطية وعشرات الآلاف من معدات الإغاثة الأخرى. إن برنامج الغذاء العالمي قلق للغاية من أن انفجار الميناء والأضرار التي نجمت عن ذلك ستؤدي إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي السيء في لبنان. من المعلوم أن برنامج الغذاء العالمي أطلق بالفعل برنامج مساعدات واسع النطاق للبنان، وبناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية ستقوم الوكالة أولا بتوزيع 5000 عبوة غذائية على السكان المحليين المتضررين من الكارثة. تحتوي كل عبوة على الأرز والمكرونة وزيت الطهي والسكر والملح وصلصة الطماطم، وتكفي لإعالة أسرة مكونة من 5 أفراد شهرا واحدا. كما يعتزم برنامج الغذاء العالمي التعاون مع الجهات ذات الصلة لتقديم المساعدة إلى 50,000 عائلة لبنانية متضررة من الانفجار والأزمة الاقتصادية والوباء، وقد يصل العدد الإجمالي للمساعدات إلى 250,000 وحدة. بالإضافة إلى ذلك يقوم برنامج الأغذية العالمي أيضا بتوزيع حصص غذائية على 13,000 أسرة لديها أطفال.